طيب هناخد الافكشنز بتاعه الجم والتنج. زي ما احنا قلنا اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الابيولس، اللي هي عباره عن الورم السرطاني اللي هو منشأه الجم، اللي هو عباره عن تيومر اورجنيتد او تيومر اوفر ذا جم، ممكن اورجنيتد من الالفيوبريستيوم العظم اللي هو موجود في او الالفيولاي اللي هي البوني الفيولاي، او من البون اللي حوالين اللي هو البون بتاع المانديبول نفسه او بتاع الجو نفسه. خلاص النيو جروس ده ممكن يكون مالجنت زي السرقومة والسيلدم، ممكن في بعض الاحيان الكارسينوما، وممكن يكون بناين زي الفايبروما والبابيلوم. طيب التريتمنت اللي عندي بعمل توتال اكستربيشن، يعني بشيل التيومر مع بارشال ريسكشن للبون تيشو بينث ات، يعني بشيل التيومر وبعض النورمالي سين او الاوبزيرفد بون اللي موالين الايه حوالين منشا التيومر، عشان اضمن ان ما يبقاش سايب روت للتيومر ويطلع بعد كده. منشأه العظم بتاع الايه بتاع الجم او بتاع الالفيولاي بوني الفيولاي او عموما الجو بون، سواء المندبول او الايه او المجزله. تمام. تاني افكشن عندي الجلوسوبليجيا، اللي هو عباره عن باراليسز للتنج نتيجه الباراليسز للهايبوجلوسال نيرف، اللي هو النيرف اللي بيغذي الايه اللي بيغذي التنج. طيب الكوزز بتاعته او الاسباب بتاعته ممكن تكون نتيجه سنترال باراليسز، يعني في تيومر على مستوى السي ان اس زي البرين تيومر، او ممكن يكون في بويزنينج او بوتوليزم، في تسمم على مستوى السي ان اس برضو نتيجه الليد بويزنينج او نتيجه الكوليستريديوم ايه بوتيلينم، وممكن يكون نتيجه بعض الايه الامراض زي الريبز وزي الكراين ديستمبر، بلاقي في باراليسز للايه للتانج. وممكن بريفرال باراليسز ده بيبقى نتيجه لوكالايزد نيوبليجيا او نتيجه النيرف ايه النيرف انفلاميشن. تمام. الكلينيكال ساينس زي ما احنا شايفين يونيلاترال باراليسز، بلاقي لو يعني لو الباراليسز في الهايبوجلوسال نيرف اليمين او الهايبوجلوسال نيرف الشمال، يعني يونيلاترال، بلاقي التنج موجود على الجانب الايه على جانب الماوس، خلاص على الجانب اللي فيه الايه اللي فيه باراليسز. طب لو بايلاترال يعني الليفت والايه والرايت فيه باراليسز، بلاقي كل التنج فلاسيد وهانجد اوت زي ايه زي ماوس. طبعا تريتمنت جريب بروجنوزس وزود تريتمنت طبعا الامور هتبقى صعبه جدا. في بعض الافكشنز اللي مرتبطه بالتنج اسمها الباد هابتس او الفايسز، اللي هي العادات السيئه زي البلاينج وستنج او الويند ساكينج، دي بتبقى في الكاتل، او اسمها اللونج التنج لولينج، تلاقي الحيوان خرج ايه خرج التنج على احد جانبي الايه الماوس وبدا يوديه للجنب الثاني بيزغرط. طبعا هي الزغرطه ديت يعني مش هتزعلني في حاجه، بس هتزعل الحيوان لانه هيعمل ساكينج للايه للريح للويند، فهتلاقي دايما الحيوان ده منفوخ، خلاص هتلاقي الحيوان ده دايما الاركتيشن بتاعه زياده بيخرج غازات كتير، وطبعا وجود غازات بكميات كتير في الرومن هتاثر طبعا على الدايجيشن والرومينيشن وهتاثر على صحه الايه الحيوان. الكوز ممكن تكون جيناتيك او ممكن تكون نتيجه الايه الكبرت والكوبالت ايه ديفشنسي. يبقى لما يجي لك واحد صاحب حاله ويقول لك والله يا دكتور العجل بتاعي بيخرج لسانه على ايه على جنب بقه ويقعد يلحس او يقعد ايه يحرك بقه رايح جاي، لازم تغطي ايه لازم تغطي كبر وتغطي ايه وتغطي كوبالت. تمام. استجاب، بتقول له لو استجاب للعلاج بالكبر والكوبالت يا سيدي يبقى كان بيها الحمد لله، لو ما استجابش خلاص بقى كبر دماغك من ناحيته، هو بالنسبه له ايه دي جيناتيك ودي عاده سيئه فيه ومش هنقدر ان احنا ايه نتغلب عليها. ولكن المشكله ان لازم اتخلص من الفرد ده في القطيع. تمام. ليه؟ لانه هيعلم اخواته يعملوا نفس الكلام، بدل ما كان عندي حاله بقى عندي 10 حالات في الايه في المكان، فتخيلوا كميه الايه اللوس للبرودكشن قد ايه. طيب الساينس طبعا بلاقي الحيوان اوبن اتس ماوس وريزد هيز هيد، بيرفع راسه وبوت التانج فار اوت وموف ات فروم سايد تو ايه تو سايد، طبعا هيعمل سلايد اوف فود وريكورنت تيمبني زي ما احنا قلنا، ولو هو حاجه بقر حلاب ولا حاجه هيؤدي الى ايه هيؤدي الى اللو ميلك. طب التريتمنت اول حاجه بعمل سبلاي للكبر والكوبالت في الرشم، ما استجابش بضطر ان انا اعمل افتر ستراب اوبريشن. يعني ايه افتر ستراب اوبريشن؟ دي عمليه متسميه على اسم الراجل
اللي بدأ يعمل لها ابلكيشن، اول واحد عمل لها ابلكيشن، بجيب ماوس جاج بفتح بيها البق الحيوان، اعمل جراس بنجلنج تانج، هبدأ ان انا اشد الايه التانج. عارفين طبعا كلنا الفرينيوم لينجوي اللي هي عبارة عن الايه الفولد اللي ماسكه اللسان في الماوس او في الفلور بتاعت الايه بتاعت الماوس. بجيب من واحد لاثنين رينجز بيبقى مقاسها من 3 ل 4 سم في الدايمتر، وببدا اعمل لها فيكسيشن في الفرينيوم لينجوي زي الحلق كده، عشان لما يجي يحرك لسانه رايح جاي يحس بايه بالم، بس طبعا لمسافه او لمده زمنيه لا تتعدى الايه الست شهور. عشان كده بيقول تيمبرر ايه تيمبرري فيكسيشن ات الفرينيوم لينجوي. هتعمل بينفول بلاينج ويز ايه تانج، الرينج ماست بي ريموفد اف انترفير ويز ايه ويز فيدنج. لو هي تدخلت مع الاكل ولقيت الحيوان قاطع اكل مش عايز ياكل، شيلها بقى واستحمل الايه المشكله اللي موجوده. الباد هابت الاخرى هي الايه السيلف ساكنج. تمام، يعني ايه سيلف ساكنج؟ الحيوان بيرضع نفسه. طبعا دي في البهائم الايه الحلاب في الديري كاتل، بلاقي ان فمثلا الحيوان بعد ما اكل المفروض بقى قاعد يشطر، قاعد عشان خاطر يشطر، لا ساب الاشتراره وفقد تركيزه، وتركيزه كله مع الاربعه تيت يطول اي واحده فيهم ويبدا ايه يمصمص في نفسه خلاص. فتخيل كمية اللص للميلك يلد قد ايه، غير كده لص للميلك يلد انت بتدخل كونتنت اب نورمال للرومن، فالفيرمنتيشن هيزود يعني هيغير البيئة بتاعت الايه بتاعت الرومن. ففي ميلك يلد لص من ناحيتين، من ناحية ان هو بيشطب على نفسه او بتشطب على نفسها، ومن الناحية التانية ان الفيرمنتيشن ما هوش ايه ما هوش طبيعي. او بقى تلاقي الكيف ممكن تلاقيها بايلاترال دبل، يعني ايه واحده واقفه بترضع زميلتها وزميلتها واقفه بترضعها خلاص. فدي طبعا من الباد هابتس اللي بتنتشر في مزارع الحلاب بشكل ايه بشكل رهيب جدا. يبقى عند الكاتل تند تو ساك ذيم سيلفز او اتش اذر، يعني كل واحده لا اما بيرضعوا بعض لا اما بترضع ايه بترضع نفسها. التريتمنت باستخدام السيلف ساكنج ايه رينجز زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي لونها برتقاني ديت بقى ثبتها في النوز بتاعت الحيوان زي ما احنا شايفين الفتحتين دول، ببدا البسهم للكارتليج بتاعت الايه بتاعت النوز خلاص زي الحلقه كده. فهو ليها سنون مدببه، هتيجي تلتفت عشان خاطر ترضع نفسها السنون دي هت ايه هت هتشكها في الضرب. هل ده هيمنعها من الرضاعه؟ لا 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 لا، نسبه 30% نجاح لنسبه الرنج دي، و70% برضه هتفضل ترضع نفسها لانها هتستحمل الشك او هتروح ايه محركه الرنجز ديت او محركه الرنج دي علشان خاطر السنون مدببه تبقى بعيد عن الايه عن الضر، وبرضه هترضع نفسها. عشان خاطر كده لازم ان انا اعمل ايه عمليه مهمه جدا من ضمن العمليات المهمه اللي هناخدها مع بعض، اللي هي اللينجوال ميوكوزال ريسكشن. اللينجوال ميوكوزال ريسكشن بشيل جزء من الميوكوزا، بشيل جزء من الميوكوزا من على الفنترال سيرفيس بتاع الايه بتاع التانج. بعمل سيديشن للحيوان طبعا، وزي ما احنا عرفنا سيديشن في الكاتل والبافالو باستخدام الزيلازين اتش سي ال او الماده اللي هو الماده الفعاله او الزيلاجيكت اللي هو موجود في السوق بتاع شركه ادويه اشهرهم. تركيزه 2% يعني 20 مللي جرام على الايه على الملي. بدي للحيوان مثلا من ربع سنتي لواحد سنتي لل 100 كيلو خلاص. ربع سنتي دي خليها جرعه الايه البافالو، يعني مثلا لو جاموسه وزنها 400 كيلو بديها سنتي بكتير او سنتي ونص. لو بقره مثلا وزنها 400 كيلو ممكن ابدا معاها من سنتي ونص وممكن لغايه مثلا 2 سنتي تمام، وممكن زياده عن كده كمان، يعني الى حد ما البقر بيستحمل الزيلازين شويه عن الايه عن الجاموس. بعمل تراكشن للطنج باستخدام الطنج فورسيبس، يعني بشد الطنج للايه بره عشان اعمل اكسبوزنج للايه للفنترال ايه سيرفيس بتاع الطنج تمام. ارفع الايه الفنترال سيرفيس بتاع الطنج، وبعمل ترنكوي، بعمل رباط ضاغط قدام الفرينيوم لينجوي او عند البيز اوف ذا تانك عشان امنع اي ايه عشان امنع اي بليدنج. الجزء بتاع الاوبريشن اللي هو الاوبرتيف اريا از سب ميكوزلي انفلتريتد ويز لوكال انرجيسك ايجنت. انا خلاص اديت السيداتيف بتاعي، محتاج بقى ان انا اعمل انفلتريشن لمكان الجرح بتاعي ببعض اللوكال انرجيسك ايجنت زي الايه الديبوكين خلاص. ببدا ان انا اسحب مثلا 10 سم لوكال انرجيسك ايجنت، وابدا ان انا لو انا هفتح جرح مثلا طوله 10 سم هبدا اخش في منتصف الايه المسافه واحقن 5 سم لقدام، وقبل ما اخرج بسن من سن بسن الابره بحقن 5 سم الايه لورا. ده اسمه ايه الصاب ميوكوزال ريسكشن.
زي ما احنا شايفين في الايه في الصوره، بعمل الليبتيكال ايه الليبتيكال انسيجن. الليبتيكال انسيجن بيبدا فيو سنتيمترز فروم الفرينيوم لينجوي، حوالي 5 سنتي ويتس ات اتس وايدست بارت ان ادلت كاتل، يعني هو بيبدا حوالي سنتي او 2 سنتي قدام الفرينيوم لينجوي. اوسع حته فيه اللي هو في المكان المنتصف خلاص بيبقى اتساعه حوالي 5 ايه 5 سنتي، يعني بشيل جزء كبير من الايه من الميوكوزا، بشيل significant part of the mucosa is excised so that the convex shape of the tongue dorsum is produced after suturing is completed. يعني ايه؟ يعني بشيل، تخيل كده مثلا ان انت عندك كم قميص وانت عملت elliptical incision ده من ايه؟ من ناحية، وجيت خيط القميص من فوق هيحصل له ايه؟ هينكمش، هيقل. هنا طبعا انا عندي بلك من المصل في الايه؟ موجودة في الطنج من الداخل. أنا لما أشتغل كله ميوكوزا من غير ما أجي ناحية المصل، فأنا كده واجه خيط الميوكوزا، فأنا كده الطنج من فوق بدل ما كان كونكيف والحيوان بيقلبه عشان يمصمص في نفسه، خلاص بيعمله كونكيف عشان خاطر يمصمص في نفسه، ودي بنلاحظها لو أنت مثلا ماسك شاليمو في بقك وبتحاول أنت إيه تسحب، هتلاقي الطنج بتاعك بدأ سطحه من فوق يبقى كونكيف. لما انا شلت جزء من الميوكوزا من تحت، هل هيقدر يخلي الطنج كونكيف من فوق؟ لا، ده الطنج من فوق هيبقى كونفكس. تمام، الطنج من فوق هيبقى ايه؟ هيبقى كونفكس. بعد ما شلت الجزء ده من الميوكوزا ببدا ان انا اخيط بسيمبل انتربتد سوتشر ايه سوتشر باترن باستخدام سينسيتك ابزوربابل سوتشر ماتيريال زي الايه زي الفيكرل زي الفيكرل. الفيكرل مقاس 1 ومقاس 0 مناسب جدا للايه للعمليه ديت. عايز اقول لكم ان الهيلينج في الطنج بيبقى سريع جدا، في خلال يومين او ثلاث ايه ايام بيحصل، في خلال يومين او ثلاث ايام بيحصل كومبليت هيلينج للجرح. ما اجي ابص على الطنج بلاقي في خلال ثلاث ايام بالظبط بسبب كميه الفاسكليتشر وكميه البلد سبلاي اللي واصله للمكان، بلاقي ان الامور حصل فيه كومبليت هيلينج. ما فيش بس غير الخيط هو اللي شابك في الايه في التيشو اللي عندي. طبعا السوتشر ماست انكلود سام ماسل تو بريفنت الايه التيشو تيرنج، يعني وانا بخيط لازم الابره بتاعتي تعدي في العضلات، بس مش وانا بقطع اشيل جزء من العضلات، لان لو انا قطعت وشلت جزء من العضلات وجيت خيطت ما عملتش حاجه، صح ولا مش صح؟ الا لو كنت هتشيل يعني فاين ستريب من المصل من تحت، ما تبقاش واخده الفول سيكنس بتاع الايه بتاع الطنج. بس وانت بتخيط لازما الابره بتاعتك تعدي جزء من الايه تعدي جزء من العضلات علشان خاطر ما يحصلش تيرنج للايه للتيشو، الخيط ما يبقاش شادد قوي وتنسد قوي على الايه على الميوكوزا ويبدا يقطع ايه يبدا يقطع فيها لمده 12 ل 24 ساعه. طبعا بخلي الحيوان بس واقف على الميه، عايز تسكر له الميه شويه بشويه عسل اسمر او شويه سكر مفيش مشكله، تدي له بعض الايه الانرجي علشان خاطر يقدر ايه يقدر يواصل. برضه من العمليات المهمه جدا في الطنج على ذكر الايه على ذكر الطنج اللي هي البارشال ايه جولسيكتومي او الطنج امبيوتيشن، ودي من اللي بعملها لو انا عندي في مشكله في التب بتاع الطنج، مثلا في لاسريشن زي ما احنا شايفين في الايه في الصوره، وده اول لاسريشن او الجزء ده من الطنج خلاص بدا يحصل فيه نيكروزس، فصعب ان انا اخيط، مع العلم ان قليل جدا ان يحصل نيكروزس في جزء من الطنج الا لو اتصف فتره كبيره، لان الطنج حتى يعني هتلاقي الحيوان اول حاجه عملها قطع اكل، وصاحب الحاله اول ما هيروح هيفتح بقه فهيشوفها، دي حاجه. الحاجه الثانيه حاول في الاول تخيط، لو لقيت بعد كده الخياطه بدات ايه بدات تقع وبدا يحصل ستافنج للجزء اللي انت خيطته، هتضطر انت تخش في العمليه ديت اللي هي الايه الطنج امبيوتيشن او البارشال ايه جولستيكتومي. بعمل جنرال انستيزيا، بعمل ترنوكي عند البيز قدام الفرينيوم لينجوي، وبعد كده بعمل في شيب انسيجن زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين البيز بتاعت الفي شيب عند التب بتاعت الايه التب بتاع الطنج، والايبكس بتاع الفي شيب عند الايه الفرينيوم لينجوي في اتجاه الفرينيوم لينجوي، ادي البيز وادي الايه التب. خلاص اللينجوال ارتري وفين اللي بتقابلني على جانبي الطنج بعمل لهم ايه بعمل لهم تايد اوف ويز فاين كات جات، ببدا نربطهم بايه بكات جات. بعد كده بعمل ريليزنج للايه للترنوكوي عشان اتاكد ان مفيش اي ايه اي بليدنج، ولو في بليدنج قدامي بضطر ان انا اعمل له ايه اعمل له الكترو كواجوليشن.
باستخدام الداي سيرم، وبعد كده ببدأ ان انا اخيط الدورزم والفنترم بتاع التانك علشان يديني تيبرد شيب زي ما احنا شايفين في الصورة.